وإليكم منكم وإليكم يا عيني خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم حكيناكم دغشناكم حكيناكم دغشناكم خربنا الموقف منكم رجعنا التحكيم جزيلا. سعداء سعداء نحن كحضور أن نكون ضيوفا، وأرجو أن نكون ضيوف خفاف ظل على مشاهدينا في بيوتهم وفي مواقعهم، لنقدم لهم ما اخترنا من مواقف في الكاميرا الخفية ومن مسابقة حلوة في اللوحة الخفية. إذن نرجو أن نلتقي سوية دائما على المحبة ومع برنامجكم منكم وإليكم ويا عيني عليكم. شو بتحب تحكي؟ أنا بالبداية برحب بالأستاذ وليد خانجي بهالدردشة البسيطة قبل ما يصير تصوير، راحوا يجيبوا الكاميرا؟ راحوا يجيبوا الكاميرا. بدي اسألك سؤال أولا، هذا التحضير بعدين اللقاء. صوت، أنا سمعت إنه صوتك جميل جدا، نقدر نسمع شيء؟ إيه ليش لا؟ تفضل. الشتان يا ريتك معايا يا حبيب، ياريتك معايا علي الحجار، ياريتك معايا يا حبيب، ياريتك معايا وياريت منكن سوا أنا وانت والهوى، وياريت منكن سوا أنا وانت والهوى، ياريتنا وياريتنا نكون سوا. يسلموا يسلموا يا سامي. ما تزعل مني، أنا شوي يعني
يعني دقيق بهالقصة. أنا بحترم رأيك، بس شو رأيك بصراحة أحكي؟ ما لحد هلا ما اقتنعت بشيء. يعني ما لقيت الشيء اللي ممكن ينقال عنه حلو. يعني قلتوا فنان وقلتوا لي ألو. إيه ماشي، بس فكوا اللوكيشن وبعتوه على التصليح. ماشي، هي اسمها مسخرة. قول له للمخرج هذا مو شغل، وبس هلا يخلص شايته. مو معقول خلص بلا أهلي. مع السلامة. تفضل اشرب شايتك. واحد اهلا اهلا رضوان قنطار. اه انت بعتك هادي؟ ايه من الصبح عم بستنى. اهلا وسهلا اهلين. هاد كرسي عود هون. خلي شو بتغني حبيبي؟ بغني لون الجبل. ما سمعت. لون الجبل. الجبلي. فيك تسمعنا شيء؟ طلع لنشوف. تكرم عيونك. لك معنا خيطان ملاحف معنا موالشير معنا خيطان مصيص معنا خيطان حرير معنا خيطان عادي للا بيع. بعتك هادي؟ هادي. اها هادي من الصبح مستنى؟ من الصبح. قوم نلعب نوشي. قوم اطلع من هون. ما عجبك صوتك. نلعب نوشي. هادي بعتها؟ هادي بعتها. شو قال لها؟ قال لي روح لعند الاستاذ زياد. شو قال له مسخره الشغله لما شو؟ كل ساعه بعت لي واحد شكل جمال؟ شو هادي شو قصته هذا؟ انا ما بعرف بده ينتقم مني ومنك يعني؟ ساعة واحد مو عرفان يعزف، ساعة واحد مو عرفان يغني. على اي اساس بعتها؟ استاذ بعتني قلبي مشان يسمعك استاذ. ها؟ طالع برا طالع برا طالع برا. مو هيك بتصير استاذ مو ضرب. روح لصريف قول له قول له رفضوني لانه صوتي سيء. طلع. انا صوتي سيء؟ طلع. منك لله يا استاذ. روح. شو هالناس؟ بعت لي حي الله ما يلا. بسيطة استاذ طول بالك. بدك تطول بالك استاذ؟ إذا كل فنان بيبعث لنا إياه الأستاذ هادي بده ياكل كف؟ يا أخي ما عم بعتهم على مستوى اللقاء. وإن كان يا أخي بدنا نتحمله. هلا أنا حأتصل بواحد بس بده طيب. يجي ما معه عود وبتسمع صوته أستاذ. هخلي العود أنا عندي. ما في عندي شغل ما بعطل حالي بكرة عندي شغل أنا. بكرة بأمن لك يا أنا. شغلي أنا من الإفطار للسحور. ما عندك عود ريزيرف؟ ما عندي عود ريزيرف. يعني أنا بكرة بأمن لك، بكرة صباحا بأمن لك يا. يعني بتكون نهاية الموضوع، إذا بتعطيني خليه عندي وبعت أنا ببعت لك يا. يعطيك العافية. لا ولا يهمك ولا يهمك. لحظة شوي. عفوا عفوا. نسهر ليل نهار يا كاميرا وأنا ناطر على نار يا كاميرا نسهر ليل نهار يا كاميرا وأنا ناطر على نار يا كاميرا منكم وإليكم السلام عليكم عليكم منكم وإليكم إليكم السلام عليكم عليكم راجع يا سلام عم يرمي السلام راجع يا سلام عم يرمي السلام. إذا ننتقل الآن لنعيش مسابقة اللوحة الخفية. وبدنا تفضلي وتفضل أستاذ. أخذتني. أهلا وسهلا. نتعرف على الآنسة. أمال البني. أمال البني. أمال البني ستتسابقين مع الأستاذ ربيع جبخنجي. لحظة شوية، إيش الاسم؟ ربيع. آه جبخنجي. آه جبخنجي. بتعرف شو معنى جبخنجي؟ بتخوف. آه لأنه الاسم تركي طبعاً. طبعاً من جبخانة، وجبخنجي يعني صاحب الجبخانة، يعني صاحب الجبهة المقاتلة.
أو مستودع الأسلحة. أو مستودع الأسلحة. تمام. نعم. يا سيدي إن شاء الله يكون مستودعك في أسلحة المعلومات اليوم كثير. أسلحة المحبة بس. المحبة طبعاً طبعاً. ربيع. جبخنجي. جبخنجي. وأمال. بني. هلا نبدأ المسابقة الآن. لوحتنا اليوم تتعلق ب. نشوف لوحتنا اليوم شو معلوماتها. معلومات اللوحة تتعلق بأشكال هندسية. يعني بيخرج الشكل. بدنا نشوف هذه الرسمة شو اسمها أو شو التعبير. يعني كثيرون هم الذين لا يميزون ما بين المعين وما بين المسدس أو السداسي أو المربع أو المستطيل أو الزاوية الحادة إلى آخره. هي مسابقة خفيف الظل. نبدأ معك ونبدأ مع أمال. طبعاً مع أمال. نروح لأمال الآن. وكرمك الأستاذ ربيع حتى أنت تفتح المربع الأول من أصل 16 مربع. بدي واحد. طيب هلأ نفتح المربعات بالمربع رقم واحد. طلع نصف دائرة. هلأ نصف الدائرة نشوف وين بيقبع. ثلاثة. بدناش حد يلقلها. الله يسعدكم. ثلاثة. ايه. نشوف ثلاثة. ثلاثة. طيب يعني المرة هاي زبطت معك. أعطيني الآن مربع آخر واستمر في المسابقة. أربعة. أربعة؟ ايه. نفتح رقم أربعة الآن. زاوية منفرجة. الزاوية المنفرجة وين بيكون مكانها؟ عشرة. لحظة شوي. عشرة زاوية منفرجة. هذا شو الشكل؟ لا هذا ايش؟ معين. هذا مش معين. معين ولا معين؟ معين. الاثنين بيصيروا. معلش. اذا الزاويه المنفرجه لا تنطبق على المعين. بعود الان الى الاستاذ ربيع حتى يعطيني مربع اخر لعلها تكمن معلومته في اسفله. نعم 16. الاستاذ ربيع بدنا نفتح له رقم 16. زاويه حاده. وين الزاوية الحادة بتتوقع أستاذ ربيع؟ تحت رقم. خلينا نقول عشرة. لا هو بده عشرة. نفتح رقم عشرة. طلع المعين. لاحظت كيف؟ هذه هنا الذاكرة ما زبطت. برجع الآن إلى خليك معاي آنسة. أمل. أمل افتحي لنا مربع آخر الآن. بدي. طيب لحظة. اثنين. شو بتوقع عليه؟ شكل ولا اسمه؟ توقع شكل. شكل؟ ايه. نفتح رقم اثنين. هذا ايش هذا؟ مستطيل. يا مستطيل. يا لا مستطيل هاي. مستطيل. طيب هلا بنشوف مستطيل ولا مربع؟ ايه. وين بيكون رقمه حتى تعبيرك؟ وين رقمه هذا؟ استنى شوي. احنا معاكي. والله شوفي انت اهملي كل الاصوات الجانبيه واعتمدي على حالك. 8. افتح لنا يا 8. طلع معين. هلا اغلق الان. بتصور الان الاستاذ ربيع ادرك الان وين المعلومه تكمن. العشرة. لحظه نفتح الان 10 للاستاذ ربيع. طلع شكل ايش هذا؟ مستطيل. معين. معين. ورقم 8. ورقم 8 نفتح. طلع معين. طيب هلا اصفر اخضر صار كل واحد له مربع. لكن الفرق انه هنا يستمر في المسابقه. استاذ ربيع. نعم. اي مربع الان؟ التسعة. نفتح مربع 9. اها هذا شكل مثمن. 1 2 ما بنعرف. هلا بنشوف كيف فكرك هذا الشكل بأي مربع يتجانس؟ لنفترض انه 14. 14. لا طلع شكل آخر. طلع شكل آخر. وبرجع الآن إلى أمل. أمل راح تعطيني الآن مربع جديد. أي مربع يا أمل؟ فكر منيح كويس واركني على نفسك انت. 16. نفتح. نفتح 16. زاوية حادة. ايوه
وين طلعت الزاوية الحادة؟ 14 14 خليك على الميكروفون 14 زاوية حادة. نعم صحيح، نعم صحيح. 2 أصفر لواحد أخضر، والمسابقة لساتها مع أمال. أي مربع يا أمل؟ أي مربع يا أمل؟ أي مربع؟ أنت ترديش عليهم أحسن لك. قربيني على الميكروفون شوي بس. 13. نفتح مربع 13 لأمل مثمن. وينه؟ 9 تسعة صحيح، 9 صحيح، 9 صحيح. هلا انت الان عمالك تقتربي من نقطة الفوز. 1-2-3 اصفر مقابل اخضر واحد الاستاذ ربيع، والفرصة ما زالت بين يديك. المربع يا امل شو هو؟ 2. لحظة. 6 لحظة اعتمدي بالله يا الله. 6 طلع منك 2 و6. اي نفتح؟ 6. نفتح مربع 6 مستطيل. 2. نفتح 2 وصحيح، صحيح. الآن أنت صرت تقريبا نصف المسابقة. ما زالت المسابقة مهددة أنك تتعادلي مع الأستاذ ربيع. أنت تبحث عن تعادل ولا عن فوز؟ لا عن فوز. عن فوز. وعلى الميكروفون وأعطيني مربع. مربع 15. نفتح 15 مثلث. 7. لحظة هذا، لحظة هذا ايش الشكل؟ مثلث. شو ماله؟ خامس زاوية. يعني لما بتقول، لو سمحتوا، لا، لما بتقول لي مثلث، المثلث في متساوي الأضلاع، في قائم الزاوية، في متساوي الساقين. قائم الزاوية. هاي قائم الزاوية. وينه قائم الزاوية؟ 7. نفتح 7. هذا صحيح. يعني احنا الواقع هو بالمسابقة هاي بدنا نحاول نثبت معلومة انه المثلثات اشكال، لكن شو الفرق بين مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين او شو بسموه متساوي الاضلاع؟ قائم الزاوية متساوي الاضلاع، متساوي الساقين. هلا انت الان 1-2-3-4-5 انت ضمنت الفوز، لكن في فرق بين الفوز العادي والفوز الساحق. مربعك مربعك 11. لحظة، خلاص 11. تعجبني الآن، بدأت تحس بقوة شخصيتها. ولا رقم من اللي حكوه أخذت. 11 متوازي الأضلاع. وين متوازي الأضلاع؟ ها؟ ما بدي أعطيه. وين متوازي الأضلاع؟ 1-2-3 لأن خيارك من 3. عندك طلع 1 وطلع كمان 1. 5 متوازي الأضلاع. طبعا الآن ضل عندك مربعين. افتحين لمربع. يا 4 يا 12. ها 4. طيب نفتح 4. زاوية منفرجة تقبع تحت أي رقم؟ 12 وزاوية منفرجة. مبروك عليك وشكرا لمشاركتك. طبعا لاحظنا كيف الأشكال الهندسية اللي دائما بنحاول، مرات بيكون قدامه الواحد شكل بيعرف شو هو، بفرق مثلا مرات بين المستطيل، المربع، المعين، المثلث. على اي حال احنا شاكرين لك ولك جائزة في ختام البرنامج، وشكرا لك يا امل ويعطيكم الف عافية. شكرا جزيلا. اهلا استاذ. اهلا. ننتقل الآن لنختتم حلقة هذا اليوم بالمشهد التالي
في الموقف اللي منشوف فيه أحد المطربين اللي هو المطرب صبحي توفيق، بيلتقي معه المذيعين النجمين جمال وزياد. بدنا نشوف كيف بيجروا الحوار معه وكيف هو بيتقبل المقلب في هذا الموقف. أنا مثل ما شرحت لك قبل ما تدور الكاميرا أنه اسمك مؤلف من 9 أحرف، كل حرف نسألك عليه سؤال. نعم. حرف الصاد صباح الخير صبحي توفيق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم، نورتكم. أهلا وسهلا فيك. رصيد صبحي توفيق من الأغاني تقريبا يعني 10 أغاني نسبين. ممكن يكون مبتدئ هو، يعني ما عنده كتير كم ها يعني كبير من الأغاني. لا مش قصة مبتدئ، قصة إنه أنا كم سنة يعني إلك أستاذ؟ 4 سنين تقريبا. 4 سنين عمر يعني. أنا عمر ابني 4 سنين. بسم الله الله يخليك. الله يحفظك. فا يعني السنة بالنسبة للفنان يعني منيحة. أنا بحب النوعية أكثر من الكمية. أفضل من الكمية طبعاً. وهذا الشيء اللي بيعتمدوا عليه أكبر الفنانين. خلص الوقت، ننتقل للسؤال الثاني. حرف الباء عندك أستاذ زياد. بادي أزي بدء، هل فكرت بتقديم لحن لأغاني تناسب صوتك؟ ما لحن، ما عندي الموهبة. ما بعتقد، يمكن الأستاذ بيأدي أكثر ما بيلحن حسب معلوماتي. حسب ما بقرا من الصحافي عنك. ما جربت. ما جربت. ما ولا حاولت انه بس هيك يعني تكمش العود والدندن بشيء؟ لا لا. يعني حدا كتب لك كلمات اغنيه؟ حدا أبداً. ما حاولت نهائيا هذا الموضوع. ممكن يكون هذا ضعف يعني. انا بعتبره ضعف. ليش ضعف؟ انا بعتبره ضعف. ليه ضعف؟ بالفنان انه ما يلحن، المفروض كل مؤدي ان يلحن، مثل كل ممثل يجب ان يكتب. ما في موهبة رب العالمين كمان. ممكن كمان، ممكن كمان تخصص حلو متخصص بالغناء. خلصت مدة السؤال، بنتقل لعندي انا. حرف الحاء. حرف الحاء، احكي لنا عن طفولتك. هل ساهمت يا ترى بصنع الفنان صبحي توفيق؟ طبعا. طفولة فنان كيف تتخيلها تكون استاذ جمال؟ ممكن تنقل على سلم موسيقي كل سنة بسنة. أكيد مليئة بالشفافية، مليئة بالأجواء الرومانس. يعني هيك بتصور أنا بتكون طفولة الفنان مثل الأستاذ يعني صبحي. لا ما ضروري يكون. أنا هيك بشعر يعني. لأنه أنا بأيدك الرأي. انتهى الوقت. حرف الياء. حرف الياء زياد. يا ريت تحكي لنا عن آخر أغنية مجهزة للجمهور، وتكون يعني بطريقة يعني بطريقة مفصلة. بجوز يكون حابب يخليها مفاجأة. لا ما ولا شو؟ نزلت آخر أغنية. نزلت خلاص، هي حتما ما في معناتها ما في شيء جديد. إذا سمع الجمهور معناتها ما في شيء جديد. أما إذا ما سمع الجمهور فهي حتكون مفاجأة فعلا. شو رأي زياد؟ سمع. أنا بتمنى تسمعنا شيء منها. الأغنية عنوانها خلص الكلام. لسه في عن حرف اثنين. آسف. فكرت خلصت معه. أنا فكرت. حرف التي. حرف التي تدور بذهني مثلا. تدور في ذهني مثلا عدة أسئلة، سأختصرها إلى سؤال واحد. مستقبل صبحي توفيق. أكيد الفنان بتكل على الله بأول مسيرة الفنان. لا إله إلا الله. دائما الفنان يعني أكيد ما في شك بده يتكل على رب العالمين بمسيرته مثل ما تفضلت، بس لابد ما يكون عنده مخزون. طبعا هذا المخزون هو اللي بيساوي الفنان. عدم المخزون اللي بيرجع بالفنان لورا. انت بجوز تتساءل انه ليش في فنانين مثلا ما نعرفه، بجوز يكون صوته حلو
بس ما بيكون عنده مخزون اللي تفضلوا قاله الأستاذ زياد. استفيد. يعني حقكم مظبوط بس كمان الفنان بده يكون عنده موهبة ويكون يدرس. طبعاً طبعاً هذا ما في شك، يعني إحنا ميقنين بهالكلام. شو الحرف اللي بعده؟ الحرف اللي بعده حرف الواو. وشو مفكر هلأ أنت تساوي؟ يعني وصلت لهالمرحلة هي وشو مفكر تساوي؟ يعني أكيد عم بدرس خطواتي مظبوط. بدي أعمل أغاني، يعني وشو بده يساوي؟ أكيد أغاني بألحان جميلة، يعني عم ألحان جميلة دائما تحضير جاهز ودائما يعني يبحث عن الكلمات المعقولة اللي بتشد المستمع، المستمع اللي بيحب صوت صبحي ومشاهد الفيديو كليب بالإضافة للمستمع كمان مهم. وهلأ أنا عندي حرف الفي للأستاذ زياد. حرف الفي. نعم. فقدت شيء من جمهورك نتيجة أغنية أنت غير رضيان عنها؟ أي. فليكن. إذا كان فعلا هيك شو ممكن تساوي بعدها؟ طبعا برجع تغني بده يضبط المعادلة ويرجع يعني يعمل شيء أفضل من اللي عمله مشان يستقطب الجمهور. أعزائي المشاهدين، لا لا إذا تريد لحظة، شو أعزائي المشاهدين؟ نقفل اللقاء. بدي اللقاء ما معقول. أي لقاء؟ شو عملت؟ شو عملته معي أنا لقاء؟ فهمنا منك كل شيء ووضحنا للجمهور كل شيء عنه. أنا تسألني سؤال ترد أنت، تسألني أنت رد هو، هذا ما ماشي منطقي يعني. أنت بس تشوفها، بس تشوفها بتكون راضي تماما. لا أي شوفها ما صدقني على مسؤوليتي، على مسؤوليتي. إذا بتريد أعزائي المشاهدين، إذا بتريد في إذا بتريد في إذا بتريد يعني انت مثلا عندك اعتراض على على رجيكم الله يخليك، عندك اعتراض على هيك هاللقاء ونوعيته؟ اكيد نحن يعني ما انا ما نحن طارئين مشوار ودايسين دايسين موكيتا. اهلا وسهلا فيكم بيت بيتكم، بتشرفوني ايمتى ما بدكم، بس يا ريت بلا 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 اوكي من هي على الواقف. اعزائي المشاهدين شكرا لهذا الموقف مع الكاميرا الخفيه والاستاذ صبحي توفيق. استاذ ايه كاميرا خفيه، كانت كاميرا خفيه مخرجه، كانت كاميرا خفيه مو لقاء. أغرق معك عذرك تضحك وإنت معذور، أغرق معك عذرك تضحك وإنت معذور، وإنت اللي في طبعك عيني وعلى راسي، عيني وعلى راسي يا القاعد ببيتك بكرة عليك الدور، يا القاعد ببيتك بكرة عليك الدور، لو الكاميرا لقيتك تشعر بإحساسي، تشعر بإحساسي. اولا الموقف كان موقف رائع ومتقن، لكن ايضا استطاع جمال وزياد انهم يعطوا ظاهره يعيشها المشاهد من خلال اداء بعض المذيعين. كثيرون هم المذيعون الذين يلتقون مع بعض الضيوف وبيحكوا اكثر منهم، وهذا مرفوض. أنا جاي كضيف بدي أسمعك أنت كضيف مش كمذيع، يعني استعراض عضلات المذيع مع الضيوف هذا بنشهده مع محطات كثيرة. على أي حال هو مسكين موقف ومقلب أكل الأستاذ صبحي من الثنائي جمال وزياد، صحة وهنا على الفنان صبحي. وسيداتي وسادتي إلى أن نلتقي معا وفي مواقف أخرى مع حلقة أخرى من منكم وإليكم ويا عين عليكم، هذه تحية لكم جميعا وإلى اللقاء.